نستأنف جلسة أخرى مع الروايات المرشحة للبوكر، ولحسن الحظ أنها الرواية التي فازت. طأطأت الكثير من الأقلام رأسها إجلالا للمقام الرفيع لسلطان العارفين وإمام المحققين شمس الشموس الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي، ووجلت عدد من الأقلام أن تكتب عنه، وهابته أقلام أخرى. واليوم ونحن أولا نهنئ الدكتور محمد حسن علوان على روايته البديعة الماتعة، وثانيا على فوزه المستحق بجائزة البوكر. فأنا أيضا أشكر له شجاعته في الاقتراب من الكبريت الأحمر دون خوف الاشتعال. أهلا يا أستاذ محمد. أهلا فيك، شكرا لهذا الاستقبال المرة الثانية. أعتقد آخر مرة كنت هنا قبل 4 سنوات تقريبا. نعم. الدكتور محمد حسن علوان روائي وأديب وكاتب سعودي، حاصل على درجة الدكتوراه في التسويق من كندا، وكتب لعدد من السنوات في صحيفتي الوطن والشرق السعوديتين. له 5 روايات، آخرها الرواية الفائزة بالبوكر لهذا العام، رواية موت صغير. موت صغير هي رواية تتحدث عن حياة الشيخ محي الدين ابن عربي. وتعلم يا دكتور محمد أن الروايات التي تتحدث عن شخصيات تاريخية كانت مثار جدل، يعني هناك من يرى أن على الكاتب أن يتحرى الدقة المعلوماتية فيما يخص الشخصية التي يكتب عنها، أن يتحرى التسلسل التاريخي، أن يكون دقيق في وصفه للحقائق. بينما ثمة رأي آخر يرى أنه لا، يعني يكفي أن يأخذ معلومة من التاريخ ويكيفها كيف يشاء، لأن في النهاية الرواية هي يعني جزء منها منسوج من خيال الكاتب. وأتصور وربما تتفق معي أن الرواية التي تتعرض لسيرة تاريخية هي يعني ربما فن هجين، يعني لا أقصد بالمعنى السلبي للهجين، إنما أقصد أنه يعني هجين بين فنين، بين فن الرواية وبين فن السيرة. إيه رأي حضرتك؟ قبل أن أجيب على هذه السؤال، أنا أؤمن أن لا يوجد قاعدة في كتابة الرواية، كما أنه لا يوجد قواعد للفنون والآداب حول كيف نكتب وماذا نكتب وكيف تكتب هذه الرواية وتلك. رواية هذه أول رواية أكتبها عن السيرة. سأكون صادقا معك لو قلت أني لم أفكر قبل أن أبدأ في كتابتها كيف يجب أن تكتب السيرة، ولم أطرح لنفسي هذا السؤال. أنا كتبتها كما شعرت أنها يجب أن تكتب، وكان القرار اللي اتخذته في ما يتعلق بما هو ثابت من حياة ابن عربي وسيرته وبما يجب علي أن أتخيله لأضيفه إلى الكتاب، هو أنه أصلا لدينا سيرة ناقصة، لدينا سيرة يعني أغفل المؤرخون الكثير من جوانبها واختلفوا في كثير من جوانبها، ولكنها فعلا تعتبر سيرة يعني مليئة بالثقوب كما يعني سميتها من قبل. إذن الخيار كان بالنسبة لي أن أملأ هذه الثقوب بالخيال. التحدي هنا ليس أنه كيف يعني أنه مجرد هذه، ما دمنا لا نعرف ماذا كان يفعل في هذه السنة أو لماذا يعني تصرف بهذا الشكل أو لماذا وما إذا كان تزوج هذه المرأة أو لا، ليس هذا السؤال. السؤال هنا هو كيف أتخيل تصرفات تتماهى مع شخصية ابن عربي، يعني نصدق أن ابن عربي تصرف هكذا وفكر هكذا وأنه حزن لهذا الظرف أو فرح بتلك الحالة.
هذا هو الشيء اللي كان مرهق بالنسبة لي. أما خلط السيرة بالخيال كان لم يكن عندي خيار آخر أصلاً، إنه لا توجد لا يوجد لدي سيرة كبيرة أستطيع أن أنتقي منها، هي يعني سيرة جداً هزيلة وضعيفة يعني. طيب هذا فيما يتعلق يعني ببداية الكتابة، لكن كيف يعني كانت استعداداتك للكتابة؟ يعني أنت قد خضت في يعني سيرة شخصية مليئة لا أقول التناقضات، إنما التناقضات ربما جاءت بما كتب عنها، ما بين يعني مرحب بشدة بما مثلته من اتجاه في الفكر والثقافة الإسلامية، وبين رافض لحد الإخراج من الملة. يعني كيف كانت استعداداتك ويعني أنت حاصل على دكتوراه في التسويق، وما قمت به يعني كان أقرب إلى يعني جهد تاريخي وأرشفة؟ يعني احكي لنا كيف كان. بداية أنا لا أعتقد أن التخصص الأكاديمي هو بعيد عن الرواية. أنا فعلا استفدت من التخصص الأكاديمي جدا، لأنه منهجية البحث هي نفسها منهجية البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانيات متقاربة مع بعضها البعض. فحتى وأنا أقرأ يعني بعض الدراسات الأكاديمية التاريخية عن ابن عربي، كنت أقرأها وأنا يعني أعرف تماما يعني كيف تقسم وكيف يتم استنتاج النظرية وكيف يتم دحضها وتفنيدها إلى آخره. فلم يكن هذا بالنسبة لي عائقا، بل كان بالفعل استفدت كثيرا من دراستي الأكاديمية في كتابة هذه الرواية بالذات. الرواية أخذت مني وقت أقصر من بقية رواياتي، ولا أعلم لماذا، ولكن ربما أنه لم يكن يعني كان هناك الكثير من البحث والكثير من الكتابة والكثير من يعني الحذف الفصول وإعادة الكتابة وإلى آخره، ولكن لم يكن هناك حيرة فيما يتعلق في مسار النص. في الأخير أنا بأخذ هذا الرجل من الأندلس وراح أدفنه في دمشق، ما عندي خيار ثاني. فهذا الشيء ربما يعني أصبح المسار واضح، على يعني خلاف بقية روايات أحيانا كنت أقف في المنتصف لأني لا أعرف ماذا أفعل، يعني ما فين أوديهم هذول الأبطال الآن وأنا في منتصف الرواية، موتهم وأحيهم ويعني أفرحهم ولا؟ فانتظر حتى تخاطب من الشخصيات. فابن عربي يعني سهل هذه المهمة بحد، فركزت اشتغالي على الجوانب فيما يتعلق بتأثيث الرواية، تأثيث الرواية بالتفاصيل، بالصور، بالأحداث التاريخية التي حدثت، محاولة استنتاج كيف يمكن أن تكون ردة فعل أشخاص معينين في الرواية حول حدث سياسي معين. هذا لا توجد في كتب التاريخ، ليست موجودة، ولكن يجب أن نحاول أن نستنتجها. إذا المدينة محاصرة كيف يتصرف الناس؟ إذا الدولة منتصرة كيف سيكون أحوال الأسواق وإلى آخره. فركزت اشتغالي على هذه النقطة. الرواية أيضا مرتبة يعني لحد ما مساعدني أن أكتبها في شكل سريع. يعني مثلا عندما أتكلم عن 30 سنة أو 20 سنة الأولى في حياة ابن عربي، فأنا يجب أن أركز بحثي على مرسية وأشبيلية وقرطبة فقط، وعلى تاريخ دولة الموحدين في تلك السنوات 20 فقط، يعني في بداية حياته كان عنده الحروب بين بقايا دولة المرابطين والموحدين وإلى آخره. ثم أنتقل ببحثي التاريخي وكل شيء آخر إلى مرحلة المغرب التي عاش فيها ابن عربي عدة سنوات، ثم مرحلة مصر، ثم مرحلة مكة. فكلما انتقل إلى مكان أصبح البحث عندي مركز على هذه الجهات التي يقيم فيها، وعلى تلك الحقبة الزمنية أيضا. هذا الترتيب ساعدني أنه لم يقلل ساعات العمل، ولكنه سرع وتيرة العمل بشكل أو بآخر. كم كتابا قرأت وأنت تستعد للكتابة؟ أنا كنت أقرأ وأنا أكتب، لم أقرأ ثم أتوقف ثم أكتب، كنت أقرأ وأنا أكتب. وكل الكتب التي كنت أقرأها كنت إذا كانت دراسات أو كتب موجودة على الإنترنت أجمعها في ملف، وعندي كتب يعني أعتقد أنها وصلت إلى 200 أو 300 كتاب تقريبا. العدد يعني أحيانا يعني بطبيعة الحال بعض الكتب نأخذ منها يعني فصل واحد ما يعنينا من هذا الكتاب،
لكن الأهم من ذلك الدراسات. الدراسات والاطروحات الأكاديمية كانت مهمة جدا، وأنا أشير إلى أن الباحثين المغاربة تحديدا من أبرع الأطروحات التاريخية قرأتها على أيديهم، يعني عمل أكاديمي رائع جدا، وفي في تميز فعلا. وكلما وجدت دراسة أكاديمية يعني مفيدة جدا أجد أن الكاتب غالبا من المغرب العربي. فلمن كان يبحث في التاريخ قد تجد في قواعد بيانات الجامعات المغربية ما فعلا يغني ويكون يعني مشبع. في رسالة ما لا يعول عليه يقول الشيخ الأكبر: كل فن لا يفيد علما لا يعول عليه. يا أستاذ محمد، حضرتك أخرجت الشيخ الأكبر وسلطان العارفين من الخلوة، ولم تتحدث عن كراماته، ولم تتحدث عن ورعه وزهده، بل تحدثت عنه إنسانا، زوجا وأبا وصديقا ومعلما. لماذا؟ لأن المئات غيري تحدثوا عنه كشيخ وكرمز للصوفية وكل ما ذكرتي. كنت أعتقد أن الرواية يجب أن لا تتناول هذا، الرواية لا تمجد ولا تسقط وتفند وتدنس. يفترض فيني أن مثل ما أنا حتى مع الشخصيات المتخيلة بالكامل في الروايات الأخرى، يجب أن تكون يعني بشرا كما يفترض أن يكون البشر، حتى يعني يكتمل هذا التواصل المطلوب بين القارئ وبين الشخصيات. ابن عربي ليس استثناء من ذلك. ما دام يعني ما دمت أنا الذي سأكتب عنه، فيجب أن أكتب عنه كإنسان. أيضا في رسالة ما لا يعول عليه يقول شيخنا ابن عربي: كل فناء لا يعطي بقاء لا يعول عليه. هناك من يرى أن رواية عن السيرة هي نوع من السرد المكثف الذي يحدث فيه نوع من التقابل بين الرواية وبين الروائي، يعني بتعبير آخر أن الروائي عندما يكتب عن شخصية حقيقية فهو يظهر بشكل أو بآخر. أين يقف ابن عربي ويبدأ محمد حسن علوان في موت صغير؟ ما راح أقول لك فين، اعتبريها من أسراري ككاتب. ربما يعني كان في لحظة حميمة لا تقال مثلا، أو كان في موقف لا أريد أن يؤخذ علي، أو في حالة من حالات الجنون مثل ما كان يعني يطوف لمدة يعني يومين متتاليين حول الكعبة. ربما حدثت أمور كهذه يوما ما، ولكن لن يعني أسجلها على نفسي. يعني ألم تعايش نوعا من الكشف الصوفي، يعني كنوع من نفحات الشيخ الأكبر؟ كان الشيخ الأكبر يقول أن نسيت تحديدا أي كتاب من كتبه ذكر أنه لم يكتب حرفا منها، أنه بدأ في كتابة المقدمة فنام فاستيقظ وجده مكتوبا بالكامل. فعندما قرأت هذا قلت يعني كم أتمنى يعني أنه ألتمس. أنا أنوي الرواية فقط وأضع العنوان وبعدين أنا ما عندي مانع أنام شهر كامل يعني، بس إذا الرواية بتخلص. أيضا في رسالة ما لا يعول عليه يقول شيخنا الأكبر: عمل من غير إخلاص لا يعول عليه. أرى أن يعني محمد حسن علوان الذي كتب موت صغير يعني هو أكبر، اسمح لي، بسنوات ضوئية
في الموهبة وفي الصياغة وفي أنا يعني لا أدعي فهما، لكن يعني هذه كقارئة عادية شعرت أنك اختلفت كثيرا عن رواية القندس، وربما عن أول رواية أنا يعني لم أقرأ إلى القندس للأسف، إنما اختلفت بشكل كبير جدا. فيعني هل هي يعني الخبرة أم ماذا؟ يعني كيف تفسر هذا الاختلاف الكبير جدا في الصياغة وفي يعني اسمح لنا يعني ان احنا نحاول نخش عليك خلوه الكتابه. كنت لما كتبت القندس كنت متزوج، لم اعد متزوجا. لا هذه مزحه طبعا، لا تكتبونها علي. عارفه اليوم انا اشيك على تويتر فوجدت من واحد لا أعرفه، شخص مجهول، كتب على تويتر تصريح خطير لمحمد حسن علوان: كان علي أن أختار بين الكتابة وبين زوجتي فاخترت الكتابة وطلقتها ولم أندم على ذلك. والغريب أني يعني أقراها وبعدين بعد دقائق قليلة، لا عفوا قبل ما أقرأ هذه التغريدة، كانت يعني طليقتي تتصل علي وتبارك لي بالفوز، فقلت لها شوفي هذه التغريده، وجلست انا وياها نضحك يعني عليها. فقلت ان يعني الناس بدات تزور، يعني اصلا ما يحتاج اصلا ان انا اصرح، هي هم وضعوا التصريح على لساني وكتبوه والى اخره. فعشان كذا قلت اليوم انا باخذ راحتي، الناس راح تزور خلاص خليني على الاقل انا امزح كما اريد. طيب نفتح. بس لما جاوبت على السؤال انا كانت مزحه مو اجابه هذه. ماذا تغير؟ تغير حوالي 4 سنوات من يعني كانت كثيرة. ماذا تغير؟ طبيعة الرواية نفسها تطلبتني أن أكتب بشكل مختلف. ربما عندما بدأت أكتب الصفحة الأولى من موت صغير كنت سأكتبها مثل ما كتبت الروايات السابقة من قبل، ولكن أثناء كتابتي لها وجدت أنه يجب أن تكتب بطريقة معينة، تعلمت شيء مختلف. هذه أكثر رواية تعلمت فيها وأنا أكتب بسبب البحث التي تطلبته الرواية، وبسبب أني أجبرت نفسي أني أكتب عن شيء لم يسبق لي أن أكتب عنه من قبل، عن تاريخ لم أكتب عن تاريخ من قبل، عن سيرة شخص حقيقي لم أكتب عن سيرة شخص حقيقي من قبل. وأيضا الأمكنة الجغرافية التي تطرقت عليها، جميع رواياتي السابقة كانت تتحدث عن أماكن أنا زرتها وعشت فيها، إما كانت في السعودية وإما كانت خارج السعودية، ولكن على الأقل يعني وطئتها قدماي وأعرف رائحة المكان وطبيعته. هذه الرواية كانت لم تكن مثل السابقات، فاضطريت أني أنا أتعلم الكثير عشان أكتبها. فأثناء تعلمي يعني خرجت مثلا لغة مختلفة، خرج أسلوب تكنيك كتابة مختلف. عندما بلغت نصف الرواية قررت أني أضع المخطوطات اللي موجودة في عفوا رحلة سير المخطوط كنص موازي، لم أنوي فعل ذلك من قبل، كتبت بعضها بالراوي العليم ولم أفعل ذلك من قبل. فيعني أتعلم وأنا أمشي ونكتب. لا يعني أنا أقصد على وجه التحديد أنه ربما يجد بعض خصوصا من شباب الباحثين صعوبة في قراءة النصوص التراثية لصعوبة وتقعر اللغة، فأتصور أنه حضرتك عرفت تحط مفتاح نفتح به الباب المغلق ما بين هذه الأجيال. أنت استخدمت لغة فيها كثير من التعبيرات التراثية، كما أن بها يعني أنها جمل قصيرة رشيقة صحفية. يعني أنا في بعض الأحيان كنت أستغرب كيف تستطيع أن تقسم هذه يعني فقرة طويلة، هذه الجمل المتتابعة المشوقة المتتالية. فأتصور أنه يعني لا، هي برضو عمل الموهبة والخبرة بالكتابة، وربما عملك بالصحافة. أنا لا أعمل بالصحافة، أنا لم أعمل صحفيا في حياتي. أنا أكتب مقالات، كتبت مقالات صحفية من عام 2007 إلى عام 2012 فقط، يعني أرسلهم المقال، لم أعمل صحفيا قط. لكن دعيني أقول أستاذ كتابة الجملة اللي تكون عميقة جدا وبسيطة جدا هو نجيب محفوظ. الجملة عند نجيب محفوظ يعني السهل الممتنع فعلا. وربما أني يعني حاولت أن أستفيد كثيرا من هذا الأسلوب لديه. أيضا كان لدي إصرار على أن تكون اللغة يعني منطقية ومقبولة، وأن لا يشعر أحد أن الحوار لا يعني لا يمكن أن يجري حوار كهذا بين أب
وابنه في القرن السادس الهجري. يجب أن يكون مقنع الحوار، وإلا لن يكون خطابة كما نتخيل، ولن يكون أيضا يعني خطابا مثل خطاب اليوم. نعم، فالكثير من التخيل وربما الكتابة وإعادة الكتابة حتى أصل إلى قناعة معينة أنه نعم أستطيع أن أفترض أنه تكتب بهذا الشكل. طيب نفتح الأسئلة للقاعة. تفضل أستاذ. آسف معلش. شغال خلاص، بس ما تقدر تخليه عشان ما يطيح. بسم الله الرحمن الرحيم. معك موزة الهاملي من صالون الملتقى الأدبي. في البداية أحب أبارك لك لفوز رواية موت صغير. أنا بالنسبة حقي فوز الرواية أعتبره يعني مثل كان تحدي شخصي. أمي أسمى دائما كانت تعرف أن أنا عندي مشكلة مع روايات البوكر، وكنت دائما يعني أكون فتاة مشاغبة في هاي الفترة من قراءة الكتب، وأرفض أني أقرأ معظم الكتب. بس سبحان الله رواية موت صغير يعني ربطتني فيها علاقة غريبة. أنا كتبت شيء على الإنستغرام يعني من كثر ما حبيت الرواية، فحاب أقرأ لك إياه. ربطتني علاقة غريبة مع كتاب موت صغير منذ استلمته مع مجموعة من الكتب التي سنناقشها في مشاركة الملتقى في معرض الكتاب. ومع أنني أعترف بعداوتي مع الروايات المرشحة لروايات البوكر والتهرب من قراءتها كل عام، ومع أن الرواية كانت كبيرة جدا بشكل مخيف، فهي تتكون من 590 صفحة تقريبا، إلا أن الذي كان يشدني لهالرواية كان شعور غريب مثل السحر أو الإلهام لاختيارها من بدء الروايات لأبدأ بقراءتها. وهنا ابتدأت رحلة العشق مع الرواية التي كتبها الروائي السعودي محمد علوان، والتي تروي سيرة واحد من كبار المتصوفين في التاريخ الإسلامي، وهو الشيخ محي الدين ابن عربي. رواية سرقت أنفاسي وأسالت دموعي، عشت بين صفحاتها لمدة أسبوع، أصحى من النوم والشوق يعتريني لإكمالها. والغريب أنني كنت أحملها في حقيبة يدي أينما ذهبت، وأنا أعلم بأنني ما عندي وقت أني أقراها. رواية جاءت لتلامس روحي فتحيها من جديد، حملت بين طياتها الكثير من الرسائل الإلهية للكثير من الأسئلة الحائرة في سماء عقلي وقلبي. رواية أستطيع أن أختصر رسالتها في ثلاث كلمات: طهر قلبك لترى. كل ما أستطيع قوله بأنني عشقت الرواية لحد قراءة الكثير من المقاطع أكثر من مرة. رواية تتحدث عن الحب بجميع معانيه وصوره، جعلتني لا إرادياً أحلق في سماء المحبة الغير مشروطة، تنقلني تارة بين أزقة الأندلس وتارة بين نوافير دمشق ونخيل العراق وفسيفساء المغرب وروحانيات مكة المكرمة. منذ زمن ليس بقصير لم أقرأ رواية بهذا الشغف، بالفعل اشتقت لهذا الشعور. أتمنى بالفعل فوز الرواية بجائزة البوكر، لأنها بالفعل تستحق، لأتصالح وأفتح صفحة جديدة مع هذه الجائزة التي ولدت لدي عقدة من الروايات والكتاب العرب، وعسى أن تشفع لنوعية الأعمال الفائزة في دوراتها السابقة. والحمد لله أن رواية موت صغير فازت بالفعل بدون أي مجاملة. الكتابة الرواية كتبت بحس عالي، أتوقع وصلت للكثير. أشكرك لكتابتك هاي الرواية في هاي الفترة بالذات. كانت عندي يمكن أنا أسئلة، بس ما شاء الله الأخت عزة يعني غطتها معظمها. بس أنا من الأشياء اللي لما كنت أبحث عن الرواية وايد يعني كان في بعض النقاط طرحه وتشابه الرواية مع قواعد العشق الأربعون في من حيث التنقل بين الماضي والحاضر، فشو تعليقك على هالتعليق بلس؟ هل أنت بالفعل تأثرت بهالرواية ولا هو كان مثل توارد خواطر؟ وأشكرك مرة ثانية وألف ألف ألف مبروك، تستاهل الفوز وبجدارة. يعني أخجلتيني يا موزة، شكرا لك، ممتن لهذا اللطف في كلماتك. أعتقد لما كن واهب من أني قرأت تعليقك من
في مكان ما في الجود ريدز او في انستغرام او في اي. شكرا لك. لم يسعني ان اشكرك في حينها. كويس انه صالحناك مع البكر اخيرا، فان شاء الله ما يخربونها السنه الجايه. انا ماني موجود السنه الجايه، ما اتوقع يمديني، فاتركك لهم يعني. وش والله ما تشبه الرواية. أنا معجب جدا فيها قواعد العشر والأربعون، بس ما تشبه الرواية فعلا. يعني كون القاسم المشترك فقط أنه جلال الدين الرومي وابن عربي، يعني شخصيات صوفية فقط، ولكن لا التكنيك نفسه ولا حتى الإطار الزمني. هذا من ميلاد إلى وفاة، وهذا من بس شمس الدين التبريزي. هذه تتكلم عن قصة كاملة موازية لها في الحاضر. أنا أتكلم عن مجرد خط سير المخطوطة، يعني لا يكاد يكون 3-4 صفحات في 12، يعني تطلع حوالي 36 صفحة أو 40 صفحة يعني. فماني شايف هذا التشابه. يعني أنا أتمنى أن تحقق نفس شهرة قواعد العشق الأربعون، وعشان بعدها أكتب مثلا حليب أسود أو يعني حليب أخضر ولا أي شيء ثاني. بس يعني فعلا ما لقيت هذا التشابه يعني موجود. ولكن اعتقد لانه الروايتين صدرت كلها في وقت متقارب وكلها عن الصوفيه، ف يعني دائما القارئ يعني على طول يربط بين الروايتين. نعم. كان في سؤال. انا عندي سؤال اذا ممكن. سعدية جابري من صالون الملتقى. طبعا انا من اشد المعجبين بروايتك، وكنت دائما اكتب على الجروب تبع الملتقى انه موت صغير تخلينا نموت ونحن نحس انه نحن صغار. رائعه الروايه. بس السؤال مو هون. الصوفيه يعني مثلا ابن سبعين هو قطب، وجلال الدين الرومي هو مولانا، بس محي الدين بن عربي هو الشيخ الاكبر. ليش؟ لست على ذاك القدر من التبحر في العلوم الصوفية حقيقة. صحيح أنه قرأت كل حرف كتبه ابن عربي خشية أن يفوتني شيء ويظهر يعني بمظهر غير لائق، ولكن أعترف أن الكثير من ما قرأته لابن عربي صعب الفهم، إما لأن بل أن الكثير من التلاميذ ابن عربي كتبوا كتبا تفسر كلام ابن عربي، وهم جاءوا بعده عاشوا في نفس المرحلة وكتبوها بعد وفاته مباشرة. هذا ماذا يعني؟ معنى أنه حتى اللي كانوا عايشين في ذاك الزمن يجدون صعوبة أحيانا في فهم كلام ابن عربي. يوجد أيضا بعض النصوص الصوفية تقول أنه يجب على العالم أو يعني المراد ألا يكتب كلاما يفهمه الناس حتى لا يفهمه العامة، يعني فيجب أن لا يفهمه إلا من سلك الطريق، ومن سلك الطريق يحتاج إلى سنوات طويلة يعني حتى يعني يعي. فيوجد نية مسبقة مقصودة أن يكون الكلام ملغزا وصعبا وغامضا. إذن لا أستطيع أن أقول أني فهمت كل شيء. التراتبية الصوفية موجودة في تختلف من طريقة إلى طريقة، ولكن أعتقد أن الشيخ الأكبر ومولانا هي ليست من المراتب الصوفية. لم أقرأ أنها مرتبة الصوفية، ومن كان يعرف يعني صحح لي. هي ألقاب مثلها مثل الكبريت الأحمر، ومثلها مثل سلطان العارفين ولا آخره، وإلا في المراتب هي معروفة ووضعها ابن عربي نفسه يعني. حضرتك دكتور، عندما تمسح جانب الصوفية والكرامات من الشيخ العربي، ماذا يبقى عنده بعد؟ لا يبقى أي شيء. فالشيخ العربي كان يتمتع بطاقات أثيرية حول رأسه، فقبل 200 سنة فقط علماء الباراسيكولوجي والفيزياء سموا هذه الهالة بآورا، يعني الهالة الضوئية. الشيخ العربي كان يتمتع به نتيجة تصوفه، فيوما من الأيام
عندما كان يقطع المسافة من تونس إلى مكة وصل إلى غابة مظلمة فصادف مجموعة من حمير الوحوش، فمعروف أن الحمير الوحوش خائفة جدا، أبدا لا تقف أمام الإنسان. مع العلم هذا القطيع وقفت في مكانها واستأنست من الشيخ العربي بسبب الهالة الضوئية التي كان يبثه. وشكرا. العفو. أعتقد إن لم أكن مخطئا أن هذه القصة حدثت معه في شبابه في الأندلس وليس في أفريقيا، وكنت يعني أزمع أن أضمنها في أحد الفصول، ثم كانت من الفصول التي قررت حذفها تخفيفا على ثقل الرواية. ولكن ماذا تعني أنه أنا حذفت الكرامات؟ لم أفعل ذلك في الرواية. يعني الفكرة أنه ذكرت ما ذكر وثبت تاريخيا عنه أو قاله عن نفسه، ولم أفندها أو أدحضها أو حتى يعني أظهرها بمظهر أقل مما يمكن مما يراها يعني مريدوه طلابه. أشرح. تفضل. حضرتك ذكرت الطواف فوق حول الكعبة، وصفته بجنون، جنون، ولكن هي تجليات. وحضرتك تقول الصوفيين لا يفهمونهم. لا يفهمون، عفوا، لا يفهمونهم الناس العاديين. الناس العاديين لا يفهمون الصوفيين. فصح، تجليات الابن العربي قليل كان يفهموه. لما طاف حول الكعبة تجلى له أن سور الكعبة من ذهب وفضة، فلذلك هاي التجليات. أحد أبنائي عمره 12 سنة مسك القرآن بيده هيجي، ومع العلم نحن عائلة مش متدينين ولا شيوخ، مسك القرآن بيده قال تدرون ما لون كتابة القرآن؟ نحن كنا لا. قال الذهب، لون الذهب. وبعد ذلك قرأ أسماء الله الحسنى. أين قرأه؟ من سقف البيت كان يدور على الأسماء بشكل فطري. أستاذ، هذه تجليات. وشكرا. شكرا. لم أنتقص من هذه التجليات عندما سميتها. كنت أمزح عندما قلت أنه لحظة جنون أنا أتجننها، مش ابن عربي يعني عندما أفعل هذا الشيء أبدا. دكتور محمد، يا مرحبا فيك في صالون الملتقى، واهلا وسهلا فيك، نرحب بك مليون مره يعني. الله يخليك. شكرا. تستاهل جائزه، باول مره القراء يقفون معك. بالعاده دائما نحن نقول يخيب البوكر، تخيب مثل ما تفضلت موزه، تخيب امالنا في اختياراتنا يعني. هو معرفتي البسيط بن العربي، هو دائما يقول كتابات النخبة النخبة، أصلا هو ما يكتب لعامة الناس يعني، هم كل ابن الرومي وغيرهم، ابن السبعين، كتاباتهم دائما للعوام، إلا ابن العربي كان دائما يقول أنا كتبي لنخبة النخبة. بس اللي حبيته في روايتك، أنا ما أنت ما أخذت الجانب الروحاني، أنت أخذت الجانب الإنساني في ابن عربي، وعرفنا في طرق ابن عربي. يعني ممكن الإنسان مهما كان شيخ أو قطب ممكن يخطأ، ممكن يظلم، ممكن يعني. الحلو انك قربته، نزلته من السقف اللي الناس تخاف توقعه يعني تتعامل معه، ونزلته كانه من البشر، يخطئ، يحب، يروح، ظلم بدون ما يشعر، اذى بدون ما يشعر. بحث لما كتب الرسائل العشق حق شو اسمها الكتاب، من كثر نظام، لأن قرينا مليون كتاب حق هذا المعرض الكتاب، نسينا كل الكتب، اختلطت في راسي. صار كل يومين كتاب، طق طق، أقول لهم كتب بدون وعي يعني. الله يطول بعمرك. أنا حبيت الأسلوب، أنك قربنا إياه كإنسان، نحس به، نشعر به، حياته الخاصة، طريقته، بحثه عن الوتد، أن كل مرة يدور الوتد. شكرا. يدور واحد من العارفين الوتد، أنه هو عشان يهتدي ويشوف نفسه أنه وصل للصوفية. هذا كأنا كإنسانة عادية، أو كنحن من البشر العاديين، يعطي الإنسان حافز أن نحن ممكن نوصل لو نحن تعاملنا بنفس الأسلوب البسيط اللي تعامل فيه ابن العربي لحد ما وصل إلى ما وصل في من طريق علاقاته بالآخرين. أشكرك على اللغة العربية وعلى
التشويق اللي فيها وعلى البيبان اللي فتحت لنا اياها وحياة الخاصة وعلى البلدات مكة المكرمة وعلاقته باللي بالعكس جميلة واشكرك يعني عليها. من لطفك، شكرا لك. يمكن فاتني ان اشكرك على الدعوة، وصلتني دعوتك من اكثر من شهر. شكرا على هذه الاستضافة. واحنا نقول في بس انت عندك واحدة من المعجبين روضة، يعني طول عمرها عزمي لنا محمد حسن، اقولها ما اريده يكفي كتاب القندس، قلت له بس فكيني منه، تقول لي عشان خاطري احبك يا امي. يعني انت ما كنت تبين تعزميني وهي اللي اصر؟ لا هذا قبل، انا مسكينه حرام، هي اول وحده قرت موت صغير قبل ما يعني يوصل اللونج ليست، قبل اللونج ليست يعني، تقول لي ارجوك طلبي، قلت له ان شاء الله يا روضه بطلب لك اياه. سبحان الله دخل اللونج ليست، وبعدين شورتش تقول شفتي لو انت سمعتي كلامي احسن من قبل يعني. شكرا يا روضه. طبعا نشكر روضه، شكرا على الواسطه، صراحه هي من المعجبين بكتاباتك ومعجبه باسلوبك ولازم هم اصلا يعني هم الجروب الصغير في مجموعه الكتاب. عندهم بعد نظر يعني. اشكرك روضه واشكر اسماء واشكر الاعضاء الملتقى اللي دائما اختياراتهم تكون صحيحه. شكرا على ضيافتكم. احنا انا من اصولي من منطقه عسير في السعوديه، فاحنا نقول هناك مرحبا ألف، وجينا هنا غلبتونا، انتم مرحبا مليون. يعني ما عرفنا وش نسوي، يعني ما عرفنا نغلبكم. فيعطيك العافيه وما قصرتي، شكرا لك. أبارك لك فوز في الرواية، وعندي سؤال. إحنا لما قرأنا الرواية تفاجأنا في السفر العاشر إنه الوتد الرابع الابن العربي هو شمس الدين تبريزي، وإحنا شمس الدين تبريزي بنعرف علاقته بابن الرومي، بس أنا بصراحة ما قرأت مرجع بيربطه بابن العربي، فممكن يعني تشير لنا المراجع اللي جلال الدين الرومي، ابن الرومي الشاعر غير جلال الدين الرومي. علاقة شمس الدين، نعم. في شمس الدين التبريزي لان يوجد لدينا نص يقول ان جلال الدين ان ابن عربي ادرك ادرك جلال الدين الرومي طفلا، يعني عندما مات ابن عربي كان جلال الدين الرومي في حوالي السابعه من عمره. ويقال النص يقول ان ابن عربي كان راى جلال الدين الرومي يمشي خلف ابيه، فقال سبحان الله محيط يمشي خلف بحر، وكأصبح جلال الدين الرومي هو. فلدينا دليل على أنهم أدركا بعضهما. شمس الدين التبريزي شخصية الكثير من المؤرخين يعتقدون أنها شخصية أسطورية لا وجود لها، ولديهم نظرياتهم، ولأنه غياب التاريخ الثابت لهذه الشخصية. ربما تكون شخصية حقيقية، بس بسبب حياة الدروشة التي يعيش فيها والانتقال من مكان لمكان لم يثبت له تاريخا معينا، ولم يكن يكتب يعني ما عدا النصوص القصيرة التي وردت منه. ويقال أن شخصية ابتكرها جلال الدين الرومي. إذا ما في أحد متأكد هو موجود ولا لا، خلاص أنا على كيف أسوي في اليوم، فقررت أخلي الوتد الرابع. بس كان يهمني فعلا انه على الاقل ما يكون الفارق الزمني معقول حتى يكون مبرر انه يكون شمس الدين التبريزي موجود. لا شوفي الاوتاد في التصوف، وابن عربي يقول انه في اربع اوتاد، ولكنهم ليسوا مختصين بشخص معين، وليس على الصوفي ان يبحث عن اوتاده، وليس أنه إذا وجد الأوتاد الأربعة سوف يصبح قطبا إلى آخره، لا أبدا. هذه حيلة. أي بس يعني ما أتوقع راح يسحبون الجائزة عشان هذه الحيلة هذه. لكن شو لحظة خليني أقول لك شيء. عندما كنت أكتب ابن عربي يرحل بشكل يعني غريب جدا، لا يكاد يستقر في بلد حتى يرحل. كنت يجب أن يعني أجد لنفسي خيط سردي، أول شيء يبرر رحيله المستمر، والشيء الثاني أنه يكون فيه هذا ذروة الرواية. فالذروة بوصوله إلى الوتد الرابع، ثم خلوته في أذربيجان اللي بدأت فيها الرواية. فكان يجب أنا أفكر يعني لو كتبت رواية بس عاش ثم ذهب ثم ذهب ثم ذهب ثم مات،
طيب فين عنصر التشويق والإثارة وكذا؟ فبدأت أبحث، فقلت لك الرواية يعني خليط بين الحقيقي والواقع، فيوجد الحقيقي عندنا أنه يوجد أوتاد، الخيالي أنه الأوتاد مختصين بالابن عربي وليسوا مختصين بالأرض يثبتون الأرض كما 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 كان يقول ابن عربي، فيعني ضرورة الفنية. أنا بس أحب أضيف يعني من البحث في الطرق الصوفية، لا زالت كثير من الطرق الصوفية في شمال أفريقيا تعتمد فكرة الأوتاد، يعني هو أول من قال بها برضو في حدود علمي هو محي الدين ابن عربي، لكن كونها موجودة وحقيقية، نعم هي موجودة وحقيقية، وكثير من الطرق الصوفية يعني حتى لا يقيمون الموالد فقط للقطب المتصوف إنما أيضا لأوتاده. وأنا بدعو حضرتك لزيارة عدد من الموالد الموجودة في صعيد مصر فقط لأوتاد الشيخ أحمد البدوي. دكتور حسن، إنه خلال قراءتي للرواية عملت يعني ريسيرش مثل ما كان عم يعمل لشوف مدى الصدق بالرواية، يعني مدى الواقع بالأحرى، مدى الواقع ومدى وخاصة الواقع التاريخي، فوجدت انه عملية التوثيق عنده يعني ممتازة لانه وثق، وهذا اللي خلانا انه نشعر انه يعني بصدق. انا قريت عن الاوتاد وعرفت مثلا مين المريد ومين الوتد وعندي كتب ابن عربي كلها، ولكن المهارة عنده انه خلانا نصدق انه شمس التبريزي وتد، انه نظام وتد، انه عرفتي كيف يعني؟ هذا كان قصدي، ولا ما مو انه ما بعرف عن الاوتاد بس المهارة. دكتورة جميلة تفضل احكي عبي ما زبط. ما عندك انت؟ طيب نشوف. طيب عسرة، أكرر التهنئة مرة ثانية. جميلة سليمان من صالون الملتقى. الرواية أمس أنا مريت على الإنترنت، لم أجد أي رأي يعني يكون لم يتذوق الرواية ذائقة جميلة. وجدت أن سلطة الكلمة التي وظفتها في هذه الرواية أثرت بشكل إيجابي على كل الذائقة الأدبية للقراء، وهذا تحدي حقيقي لرواية مقدمة من البوكر. يعني دائما البوكر يكون فيها ديبيت وكان كذا، بس أنت الجميع بإجماع أكد على أن الرواية كان إضافة حقيقية لهم وتستحق أن تخصص لها ذلك الوقت، بغض النظر عن أنت متصوف ولا مش متصوف، تقبل الفكرة ولا ما تقبلها مع ابن عربي أو لا، فيها نوع من السياحة الفكرية والروحية والتاريخية والمكانية والجغرافية والتراثية رائعة، فأشكرك. اللي أشكرك عليه أكثر شيء أنت قلته عابر، أولا وضعت نظام كوتد، وهذه عادة الناس اللي يكون عندهم نوع من السمو والتجليات يمكن يقول لك لا أنا سبب عندي روحانيات من رب العالمين كذا، المرأة ليس لها أثر في حياتي. وجدت أنك تقدر المرأة تقدير حقيقي، وأيضا أشكرك أنك علاقتك إيجابية مع طليقتك، وهذا نجاح حقيقي في الحياة وأشكرها. وأمانة يعني خلينا نكون صادقين، الطلاق الإيجابي والطلاق الناجح أعتبره مش رواية ناجحة، رواية بامتياز. فأشكرك على شخصك الرائع اللي طلع رواية عن ابن عربي بهذا الجمال، وأعتقد كرامة ابن عربي أنه خلتك تفوز برواية صوفية في البوكر. يعني دائما البوكر تفوز روايات إحنا عارفين شو أنواعها، فأشكرك. اليوم كان منشيت الإمارات، اليوم بركة ابن عربي تحل على بالضبط، سبحان الله. وتحدي لأنه حتى في السعودية التصوف والصوفية ليست بذاك القبول، لكن أنت عرضتها بشكل مثل ما قالت زميلتي وأختي أسماء أنك الإنسان في ابن عربي، وهذا يعطينا إحنا دافعية أنه إحنا ممكن يكون عندنا إذا طهرنا القلب. وعلى فكرة هذه القيمة نحن أكثر ما نكون إليها وأحوج ما نكون إليها في هذا الوقت في هذا الزمان، أن نطهر القلوب من كل شيء مش سلبي، من الحقد، من الحسد، من المشاعر السلبية اللي تخلينا نتجلى ونسمو بإنسانيتنا، وتكون الهالة مالتنا الأورا مضيئة بإذن الله. شكرا. إن شاء الله. شكرا لك.
أنا دائما أقول أنا عشت مع طليقتي 7 سنوات، فدائما أقول إنه إحنا زواجنا لم يفشل، زواجنا انتهى فقط. وأسعد الناس بطلاقنا ابننا، ما كان مبسوط جدا لأنه يعني يستفرد في كل واحد فينا، على يعني يأخذ كل الاهتمام يعني. فالحمد لله على كل حال كان يعني تم بكل يسر. أنا ما أحب اللي يتكلم في مكان عام أو يكتب في الإنترنت ويقول إن النظام هي الوتد الثالث. يعني هذه هي نقطة، أهم نقطة في الرواية، فأنت أحرقت الرواية الحين على يعني من لم يقرأها وخربتها عليهم. ففي المستقبل حاولوا يعني أن تكتموا هذا السر بيني وبينكم ولا تناقشوا إلا مع من قرأ الرواية فعلا. أستاذ دكتور، عندي سؤال. في كتابه اللي كتبه اعتبروه غزل في النظام، اللي هو ترجمان الأشواق. ترجمان الأشواق يبدأ بحب النظام لينتهي في الحضرة الإلهية، فعلى أي أساس أسيء فهمه بهذا الشكل؟ هذه من الوقائع التاريخية. ثبت فعلا أنه هناك من يعني حمل على الشيخ كونه في مقامه هذا يتغزل بالصبايا والنساء وإلى آخره، مما اضطر ابن عربي أن يكتب كتابا آخر بعده يفسر فيه أن الحب الذي كان يتكلم فيه النظام هو حب، هو كلمات رمزية وغزل رمزي، والمقصود هو الحب الإلهي والكوني وحب الله وإلى آخره. والكتاب والديوان موجود وشرح الديوان موجود، كلها يعني من مما نجا يعني من وما زال محفوظ إلى الآن. فهذه واقعة تاريخية. لماذا؟ ما أدري، ربما كانت هذا هو المناخ الديني في حلب آنذاك، لأنه المدن الشام والعراق وكلها كانت فيها نوع من الاستقلال، يعني بعض الاستقلال تحديدا، كلها كانت تحت الدولة الأيوبية وقتها. ولكن لاحظت أنه فيها مدن، وقرأت أنه فيها مثلا أكثر تسامحا مع طوائف معينة، وفي مدن أكثر يعني تصلبا في مواقفها، فربما كانت هذه الحالة صادفته في حلب فقط. أعتقد كان في سؤال هنا فاتنة. سؤال بعد شوي. طب في سؤال، وفي سؤال. سؤالي لأستاذ محمد، مرة ثانية شكرا لارتقائك باللغة العربية من خلال الموتن صغير. مثل ما يقولون لا عطرة بعد عروس، فشو توجهك للروائي الثائل يمكن الخامس أو السادس؟ يعني شو نوع التحديات اللي تواجهك الحين بعد ما فزت بالبوكر، وبعد ما أشوف أن هذه باكورة أعمالك موتن صغير، لأنها مشابهة جدا لعزازيل، رغم أن كلغة أدبية، رغم أن الكاتب مثير الجدل، بغض النظر أن الكاتب مثير الجدل يوسف زيدان، بس ارتقى فينا بلغته، وحضرتك نفس الشيء ارتقيت فينا بلغتك باللغة العربية. شكرا، بس ما عرفت وش السؤال. شو التحديات اللي تواجهك الحين عقب ما خلصت موتن صغير؟ ما مداني أمس كان الموضوع يعني. لسه ما بعد فكرت في التحديات. إن شاء الله ما في تحديات. العمل القادم يعني بدأت أفكر فيه فعليا حتى من قبل القائمة الطويلة كمان، وبدأت أبحث يعني، وبدأت أحاول أبني الهيكل الروائي يعني تدريجيا، وإن شاء الله يعني أول ما أرجع إلى بيتي أبدأ في الكتابة يعني. حقيقة لا أرى أنه فيها الفوز بالجوائز يشكل أي تحدي، ربما تحبط أو تمنع بعض الكتاب أو تخيفهم من الاستمرار، ولكن هذه الرواية الخامسة يعني، يعني شوية سلك الموضوع. شكرا. تفضل. آخر سؤال يا دكتور. طيب أوكي، عشان عندي كمان أنا البحث الثقافي. مساء الخير. مساء النور. أهنيك على الفوز بالجائزة، وأنا من المعجبات جدا بكتاباتك. شكرا. قبل موت صغير قرأت القندس وهي في غاية الروعة، وموت صغير بنفس المستوى إذا لم يكن أحسن. شكرا.
بس حبيت أسألك، الكتاب ضخم جدا، ف يعني بس تقنية الكتابة، أنت هل عملت خطة قبل ما تكتب ولا كنت تسترسل بالكتابة؟ عملت خطة، نعم. الخطة كانت أشبه بالخط الزمني لحياة ابن عربي. نعم. أين ولد، أين مات، وبعدين كل ما نعرفه أنه في هذا العام كان هنا، في هذا العام كان في دمشق، هذا العام كان في مكة. وضعتها في ملف عندي، ثم بدأت أضيف أركب الأحداث التاريخية حسب الإطارات الزمنية في كل مرحلة من حياتي. نعم. وبعد ذلك بدأت أفكر في القصة، القصص الموازية اللي أنا ألفتها، وليست القصص اللي معروفة عن ابن عربي. نعم. يعني قصة والده خيالية. نعم. قصته مع عمه من يتذكر الشونيز الأبيض، عندما غضب لأنه لم يعرف ما هو الشونيز. هذه حقيقية، لكن العشرات من القصص الأخرى كان يعني يحتاج أن من الخيال تخيلها طبعا. وهذا يعني أنا شفت هو هنا روعة العمل، أنه يحفز القارئ أنه أولا يستمتع بالعمل، وبعدين يروح يبحث يمكن يشوف شو الحقيقي شنو المو الحقيقي. نعم. ويمكن الأشياء الخيالية هي تبقى في ذهن القارئ بعد بمستوى الأشياء الحقيقية. يوجد لي، لن يبحث كثيرا، يوجد سيرتين. نعم. يعني كلوديا عداس وشمس المغرب هي السيرتين اللي مضمومة في كتاب. نعم. يعني اللي ابن عربي، ما تبقى هو ما كتبه ابن عربي في كتبه نفسه، يعني الفتحات المكية يسرد يسرد يسرد، ثم يذكر قصة مؤرخة بتاريخ معين في مكان معين. نعم. فمن هنا يمكن يعني نستنبط، سرد من قرأ السيرة ثم قرأ الرواية سيتضح له مباشرة ما هو الحقيقي. نعم. من الخيال. نعم. شكرا جزيلا ومبروك مرة أخرى على الفوز. الله يبارك فيك. شكرا لك. شكرا. للأسف يعني داهمنا الوقت سريعا، وأخشى أن لا تزال هناك الكثير من الأسئلة يعني، وتشجع البعض ليسأل أكثر وأكثر، لكن للأسف أنا تأتيني يعني من إدارة الجلسة يعني الوقت انتهى من 10 دقائق. فدكتور محمد أنا بشكر ليك حضورك الآسر، ويعني ما حلت علينا في هذه الجلسة من بركات الشيخ الأكبر، ونشوفك مرات ومرات إن شاء الله، ونهنيك مرة كمان بالبوكر. شكراً.